بس هو انا ليه صراحه السؤال؟ لانه احنا بنتكلم يعني كل ما يخص المنتخب، فالناس بتسال هو ليه مش موجود، في ناس عارفه وفي ناس مش عارفه، ففرصه كويسه انت معانا عشان تقول لنا الدنيا ايه. اتمنى تكون الصوره يعني واضحه كده. لا لا تمام هو الحمد لله. انت جبت حتى بالتاريخ مع مستر بروندو واحمد الاحمر، هو ليه فكر معين يعني، ليه فكر معين. طيب خلينا نروح على لا قدر الله كل دماغنا مش قادرين نصدق احنا كجمهور ان احنا ممكن نخسر من السويد. ما دي على فكره مسؤوليه كبيره وضغط على اللعيبه، ان الجمهور مش مستوعب الفرقه دي ممكن تخسر، دي حقيقه يعني. لا قبل نهائي اولمبيات وهنا في مصر بنخسر من الدنمارك بضربات الجزاء وكده، فانت مش متخيل. طب لا قدر الله خسرنا من السويد، هنلعب على الترتيب طبعا. هنلعب على الترتيب. فرصنا ايه في الترتيب؟ هتبقى فرصنا هي بس النقطه اللي احنا هنلاعب الكسبان او الخسران ساعتها من مين؟ فرنسا والمانيا. فاحنا كسبانين فاحنا كسبانين المانيا في الاولمبيكس، وهي كانت بوابتنا لنصف النهائي. هنكسبها ان شاء الله. فان شاء الله. طيب كسبنا المانيا. هنلاعب بقى اللي هنلاعب كده المجر، الخسران من المجر او سوري الكسبان من المجر، والخسران بقى من النرويج واسبانيا. غالبا هتبقى اسبانيا. يعني هو اصل اسبانيا برضه مشوار اهو هو يعني. اشكركم يا جماعه. يعني احنا هنا كده احنا احنا لو خسرنا مثلا لا قدر الله، انا مش عايز بس لازم نحط كل الاحتمالات. طبعًا. خسرنا من السويد، ممكن نقابل هنرد على الخسران من فرنسا والمانيا. المانيا تمام، هنكسب المانيا ان شاء الله. ان شاء الله نلعب على خامس وسادس، هنلعب مع دلوقتي الكسبان من المجر واسبانيا واسبانيا بقى والنرويج او النرويج صح. بس غالبا هتبقى لا انا اسف هتبقى ممكن النرويج اللي تخسر. بالظبط بس لو المجر لو المجر والنرويج لعبوا بعض النرويج تكسب، فكده يعني كده ممكن ان شاء الله ايه تعرف شكل البتاع. ممكن النرويج تاخد سابع مثلا والمجر ثامن مثلا. ومصر لا النرويج بقى ممكن تلعبنا على خامس سادس. النرويج ممكن لو النرويج ممكن تلعبنا على خامس سادس. انا اتصور ان هو حتى لا قدر الله لو خسرنا من السويد احنا ممكن عندنا خامس، ودي حاجه كويسه. هقول لحضرتك على حاجه، الحقبه الزمنيه او الجيل الذهبي لكره اليد المصريه يعتبر جيلين، جيل ابتدى من 91 خلص في 2001. 91 كان كاس امم وبدايه بقى دكتور حسن مصطفى كابتن شمس الله يرحمه كان هو اللي بالظبط. كابتن نبال شمسي في 93 كسبنا بطوله عالم شباب، ابتدينا 95 97 99 2001 بنخش ربع النهائي بطولات العالم، ابتدينا ثامن مرتين سادس سابع، بعد كده رحنا ايه في 2001 ختمنا بالمربع الذهبي. هي نفس الفكره في 2019، 2019 ثامن، 2021 سابع، لا قدر الله في 2023 خدت خامس، خدت سادس، ان شاء الله هتيجي. بس, بس بس ما نهدمش. طيب هسالك سؤال، انت مع تجديد لبروندو؟ انت بتجيب السؤال من عندي على طول. انت مع التجديد لبروندو بالوضع ده، بالوضع انه بيمرن فرقه في المانيا وبيجي النتيجه بتاعه البطوله هتحدد يعني اتمنى وجوده يعني التجديد ليه،